صوت عالي. اسمي حسن شاكر راضي الجبوري. نعم. مواليد 1955. الله يعطيك الصحة والعافية. عملك؟ عملي عطال بطال. اوكي. كل شيء معك. يدينت هذا الجوب. ليش اختاريت القائمة 3؟ والله قلنا بكية عين واحد، عندي 7 أولاد وعمري كبير وما يطبنا من العراق 1000 دينار. صار لنا قبل ضام وهسه أزيد يا صاحب. شنو اللي حصلنا ما أدري. So he voted to allow it because he wish that someday he get a job for him or for his kids. شنو رأيك دكتور علاوي؟ علم. Yeah, he's very fair. احنا نسأل الله اللي يشتغل للعراق ويفيد العراق هو اللي يفوز. اللي يفيد العراق ويدافع عن العراق ويشيل الطائفية نتمنى له الفوز بعون الله. We ask God to help us and will. To make Mr. Alawi make many things for Iraq good. So we hope with Alawi we live better. So what change he expects? Sorry? What change does he expect after the election? What change? ايش تتوقع اكو يصير تغيير برا الانتخابات؟ يما الله الله اعلم. يجوز نفسها يجوز احسن ما نعلم. We don't know. احنا ندور اللي احسن يما الله احسن ما نعرف الاحسن. We look for the better. شعب فقير مضطهد يعني صار لنا من أن وعدت للدية لحد الآن خبزة ما شبعاني. 50 سنة إحنا ضيم فقر كل شيء ماكو. For 50 years we are very poor. We want more